المخالفين، حيث تشكل فكرة برزخ حالة رفض لانهيار فرض على البلد، ويسمح للزوار باكتشاف كتب جديدة بأسعار محدودة. المكان تقريبا له شيء سنة وشوي، سنة ونص، الهدف منه هو تطوير خلق الثقافات وبتخلي مساحة للعالم ضلها تقدر تقرا خصوصا بالأزمة اللي احنا فيها هلا، لأنه حسب ما بتعرف وشايف الوضع برا إنه في غلاء مش طبيعي. كل يوم الصبح بفتح فيسبوك ايفنتس بدور على الفعاليات الثقافية الموجودة القريبة مني. شفت المكان حبيته كتير، حبيت فكرة انه في كافيه وفي ناس مهتمة بالثقافة بتروح هناك وكتب، وانا اصلا كتير بحب الكتب. سعر الكتب رمزي هون، وحتى سعر الاشياء التانية مثلا هم اذا كتعدي تقري كتاب فيك تطلبي كباية قهوة كباية شاي، حتى اسعارها ارخص من برا بكتير. تضمن البازار اكثر من 20,000 كتابا تنوع بين قلة جديدة وأكثرية مستعملة، بالإضافة إلى ذلك يتمتع زوار برزخ بقائمة من مختلف أنواع الطعام والمشروبات في جو ملائم ومريح للعمل والقراءة. المكتبة فيها تقريبا فوق 25,000 كتاب، في أدوار ناشر نحن نتعامل معها، في جمعيات بتجي بتعطينا الكتب، ونحن كمان بدورنا بنعطيها للعالم تكون فور دونيشن. صاحب المكتب صاحب المشروع عنده هو اوريدي ارشيف له فوق ال 15-20,000 كتاب، دائما في عندنا مصادر عالم بتعطينا كتب او نحن بنشتري كتب مع محلات تاني. ما حدا بعتقد بحب يقرا كتاب بل ما يشرب فنجان قهوه او ياكل لقمه طيبه. مثل ما بنعرف انه الاسعار بالمحلات برا كتير كتير قاسيه على الناس، فنحن قلنا انه سنس برزخ للكل نعمل هيك بازار بأسعار كتير كتير مقبولة ومتدنية كرمال اللي بحب يقرأ يقرأ. في عالم بتجي مثلا إن بتحاول الكتب تعطيها لعالم تاني، فنحن بنحكي معه بنسأله إنه هالكتب بتكون بيعول ولا بتكون نعطيه الدونيشن لعالم تاني، فهني بيحددونا على هالمبدأ بروح الكتاب لكذا شخص حتى ما يضلوا بحوزة شخص واحد. بصراحة يعني ما بتقولي انه هي مكتبة انه مكتبة صغيرة، بتقولي هي عالم كبير بيتمتع من كل الكتب. شو بدك ضايع بتلاقيه هون، اذا بتحب الكوميديا، اذا بتحب التاريخي، اذا بتحب مثلا الدراما، اذا بتحب السياسة، كل شيء بتلاقيه، حتى الكتب اللي هي مخصصة بالاكل بتلاقيها. كثير حلو، كثير لما دخلت حسيت اني انتقلت بآلة زمن لمكان تاني يعني. وحتى نحن عم نحاول هلا نعمل طريقة انه اذا حدا اشترى كتاب وبعد فترة من زمنية خلص قرايته وحابب يرجعه، في بناخذ منه بس نسبة قليلة، نحن بنخسر من حق الكتاب، بنرجع بنعطيه مصاري إذا حاب يشتري كتاب تاني. برزخ هي مكتبة ثقافية افتتحت بازارا للكتب المتنوعة بعدة لغات، خالقة بذلك مساحة ملهمة للقراءة والمطالعة. لصباح الخير يا عراق، نيفين ساموري، بيروت.